يستمر المخيم العلاجي الطبي التطوعي الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرعي جامعة حلب وحماة بتقديم خدماته الطبية في قرية عين الكروم بمنطقة الغاب عبر 12 عيادة طبية متخصصة وبمشاركة أكثر من 80 طبيباً وطبيبة من طلاب الدراسات العليا في جامعة حلب للطب البشري. المخيم يشمل جميع الاختصاصات الطبية الداخلية بكافة فروعها الهضمية والقلبية والصدرية والعصبية، وكذلك الاختصاصات الجراحية بكافة اختصاصاتها العظمية والعصبية والوعائية والقلبية والجراحة العامة، بالإضافة إلى أمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض العينية، بالإضافة إلى الجلدية والجراحة التجميلية والعيادة النسائية. طبعا هذا المخيم ما هو المخيم الأول اللي بشاركوا فيه طلاب جامعة حلب، هذا المخيم الثاني، وإن شاء الله راح يكون في مخيمات أخرى مقبلة. كان تقديم الأطباء والكادر الطبي من جامعة حلب والمكان كان من جامعة حماة، تم تجهيز لوجستيا بشكل كتير كبير من جهة المي، الكهرباء، الأسرة، المنامة، توزيع العيادات هون بمنطقة عين الكروم، لأنه اخترنا هاي المنطقة باعتبارها منطقة نائية تقريبا ما فيها مستوصفات ما فيها عيادات لتقديم أكبر خدمة ممكنة للناس اللي بحاجة هون بالمنطقة. المخيم يشهد أقبالا كبيرا من المواطنين الذين وجدوا فيه كل العناية المرجوة والخدمة الطبية الممتازة. ثقافة العمل التطوعي اتحاد وطني طلبة سوريا منظمة رائدة على مستوى العمل التطوعي في عدة تجارب تطوعية، وإحداها وأهم هي المخيمات الطبية اللي عم تقدم خدمات طبية لكافة شرائح المجتمع. هو رسالة إنسانية واجتماعية بقدر الإمكان، يعني أكثر ما تكون رسالة طبية إنه هي رسالة إنه إن شاء الله عاد إعمار سوريا راح تكون على أيدي الشباب أبناء سوريا، ونحن نبلش من هون من المخيم، وما شاء الله شعب مضياف. يعني نحن جينا كفريق تطوعي طبي هون لنخدم سكان المنطقة، نحن في متواجدين هلق بالعيادة النسائية عم يراجعونا المريضات، نفحص المرضى الحالات الباردة، نقدم لهم الأدوية عينات الموجودة المتوفرة مجانية، المرضى اللي بحاجة لعمل جراحي بيتم تحويلهم لمشفى حمل وطني أو مشفى قلبية بالتنسيق المسبق بيناتنا. يعني عم أكد هلا على أهمية العمل التطوعي بالبلد، خصوصا بالمناطق النائية اللي بحاجة للخدمات الطبية من خلال توزيع الأدوية، فحص المرضى، تقديم العلاج والخدمة الطبية المناسبة لهم بهالمناطق النائية، اللي هي كتير ضروري إنه نركز على هالخدمات البسيطة اللي هي بتعمل فارق كتير كبير. عم نفحص المرضى بشكل عام، الأطفال اللي عندهم مشاكل داخلية، وفي حال في أي مشاكل جراحية ممكن كمان نقيمها. كويس كتير ومفيد لهالقرية ولهالقرى جميعا، ونتمنى يعيدوه أكثر من مرة. كويس ممتاز كتير، الله يعطيكم العافية. يستمر المخيم حتى الأول من الشهر القادم بعد تمديده نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين في المنطقة.